أهلا بحضراتكم مرة تانية. مع أو ضد التعدد؟ شفنا رأي المجتمع أو رأينا احنا كأشخاص في الموضوع، لكن لازم نسمع رأي الشرع، وحين يتحدث الشرع علينا جميعا أن ننصت. مشرفنا منورنا الشيخ مصطفى سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. موضوع مهم وبيشغل ناس كتير، ويعني عايزين نقف بقى على رأي الشرع في الموضوع. تمام. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قبل ما نفتح الملف الجميل المهم الخطير، لازم نأصل أصل النهاردة مهم جدا نبدأ بيه حلقتنا المباركة دي. الأصل بيقول أن ما ينفعش بعد حكم الله حكم، وما ينفعش بعد شرع الله تعقيب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. تمام؟ ده علشان نحجم الكلام في أشياء الله فصل فيها بنفسه من فوق سبع سماوات. يعني حين يفصل رب العالمين سبحانه وتعالى في قضايا معينة فهو أعلم بخلقه منهم. ولما أنا بقول الكلام ده أنا لا أحجر على العقول ولا على النفوس ولا على الأشخاص، لكن أنا بقول لك أنت في أمان مع الله لو سبت ربنا يخطط لك لحياتك. دي الحقيقة. ده عامة مش في موضوع النهاردة. ده موضوع النهاردة جزء من موضوعات كثيرة جدا لازم نهتم بيها، أن إذا ربنا قضى بأمر فيها وحكم بحكم فيها فالأفضل والأولى والأحرى أن الله أعلم، أن الله أحكم، أن الله أرحم، فلا تعقيب على حكم الله. بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، وده مسألة فيها حكم من أحكام ربنا وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الله أحكام معينة هنقولها دلوقتي إن شاء الله في حلقتنا المباركة دي، فده معناه أن ما ينفعش أولا تعقيب ولا تعليق عليها ولا صدها ولا ردها. واللي بيحدد درجة الإيمان في القلوب مدى القبول والرفض لأحكام الله. طيب ندخل في الموضوع. ندخل في الموضوع. موضوع تعدد الزوجات. تمام. هل هو يعني هو شرع أي كلام ولا لا؟ هو شرع. هو شرع وهو حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعله أمر الأصل فيه للوجوب. يعني كل أمر في القرآن، القاعدة الأصولية تقول كل أمر في القرآن أصله للوجوب. أقم الصلاة، واتلو ما أوحي إليك من ربك، كل أمر أصله للإيه؟ للوجوب. إلا إذا جاء قرينة مع الأمر تصرف الوجوب إلى أقل من الوجوب. إلى أقل من الوجوب. علماء الأصول بقى علمونا اللي أقل من الوجوب ممكن يكون إيه. في هذه الآية التي معنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الأصل فانكحوا للوجوب. صرف الأمر من الوجوب إلى الحل أو إلى الجواز المطلق قوله تعالى ما طاب لكم. عشان ناخد الأمور بدقة علمية. يعني لو قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع أصبح الأمر واجب على كل رجل يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة. إنما لما قال ما طاب لكم، علماء الأصول قالوا ما طاب لكم معناها فتح الباب على الاختيار، على الاختيار الشخصي مش الاختيار الشرعي. الاختيار الشرعي أصله إن التعدد يكون في المجتمع مستشري. الاختيار الشرعي. ليه؟ يعني لما نيجي نعمل عنوان كده نقول لماذا شرع الله سبحانه وتعالى التعدد للزوج، إن الزوج يتجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ليه؟ نلاقي إن مقتضى طبيعة الرجل يحتاج إلى أكثر من امرأة. من الممكن تكون زوجته ما بتخلفش، من الممكن تكون زوجته تعبانة أو مريضة، من الممكن يكون هو ليه طبيعة خاصة يحتاج فيها إلى أكثر من امرأة كطبيعة غريزية. بس كده هياخدني ده لسؤال حضرتك، هل الزواج من ثانية أو من ثالثة أو من رابعة له ضوابط، له حدود، له قواعد؟ طبعًا يعني طبعًا هو ما يتجوزش إلا لما تحصل حاجة معينة في ضوابط معينة لا ولا لا إيه؟ لا 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 لا، ده أنا بقول على بعض الضوابط اللي إحنا بنتعلق بيها.
فلان اتجوز ليه؟ يقول لك فلان اتجوز عشان مراته والله تعبان، فلان اتجوز ليه؟ عشان ما بتخلفش، فلان اتجوز ليه؟ عشان مراته تعبان ومنكد عليه ومش عايز يطلقها، فلان متجوز ليه؟ مش عارف علشان ميسور الحال ولا مغرز، فلان اتجوز ليه؟ عشان شهوته زايده وامراه واحده لا تكفيه. فلان اتجوز ليه؟ لان مراته لها ظروف معينه وهكذا. انما الشرع كشرع لا يحتاج الى ظروف عشان يقول اتجوز. انما الشرع جعل قيد في التعدد وجعل شرط. لا لازم نعرفهم. اللي قال لك اخرك اربعه. ما تتعداش اربعه. ولذلك الاسلام الدين الخاتم اللي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لم يكن بدعا من الرسالات السابقه. كل الرسالات السابقه كان فيها تعدد، الرجل يتزوج اكثر من امراه. اليهوديه كان فيها ذلك. المسيحية فيها ذلك، لكن أتباع المسيحية بعد موت السيد المسيح ب 800 سنة ابتدعوا رهبانية. ابتدعوا إن ما ينفعش إلا زوجة واحدة وما يطلقهاش طول حياته وتبقى هي المؤبد بتاعه. إنما سيدنا عيسى عليه السلام بيقول في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. كلمة مصدقا لما بين يدي من التوراة، الشريعة بتاعت التوراة كان فيها تعدد زوجات. يبقى هو نفس الموضوع، هو نفس الشريعه، نفس صار على نفس الشريعه وطلب بنفس الشريعه. اللي خالف الشريعه دي في التعدد في المسيحيه اتباع المسيحيه من البابا واتباع 800 سنه من موت بعد موت 800 سنه من رفع السيد المسيح الى السماء. طيب ده كلام علمي. طيب حضرتك قلت القيد ان هو ما يزودش عن اربعه. القيد ما يزودش عن اربعه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل حكم الزواج في الاسلام ان هو اربعه والقيد ولما ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لمن عنده اكثر من اربعه: أمسك عليك أربع وطلق البقيات. طيب. واحد كان عنده ثمانية، واحد كان عنده سبعة، واحد كان عنده خمسة. كان الموضوع منتشر ساعتها. كان منتشر ومنتشر بكثرة وفي الأديان الأخرى. طيب الشرط. جه الإسلام عمل القيد ده إن هم أربعة. الشرط إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة. الشرط بقى إيه؟ العدل. ولذلك مسألة العدل دي خاصة بكل شخص وبكل رجل. يعني قال لك انت قبل ما تتزوج، قبل ما تفكر تتزوج فكر الاول هعدل ولا ما هعدلش. طب هعدل في ايه؟ قال لك هعدل في حق الزوجه في المبيت بين دي وبين دي، هعدل في حق النفقه بين دي وبين دي، هعدل في حق الاحتواء النفسي بين دي وبين دي، ولا ما غير ذلك. يبقى الاصل في تعدد الزواج انه جوازه على الاطلاق من غير ايه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، في ناس بتقول هل هو سنة أم مباح؟ ودي تفرق من دي. يعني سنة، يعني بعض الناس بيقولوا إيه تعالوا نعملها من باب إيه إن هي تدين، يعني يقول لك أنا كده متدين عشان ما أتجوز أربعة، ده كده صح؟ ولا إن هو مباح الموضوع على الإباحة، يعني أنت لك أو يعني لا تاخد ثواب لو عملته ولا ما تاخدش ثواب لو ما عملته. الأقرب إلى شرع الله والأقرب إلى مرضاة الله والأقرب إلى ما يرضي الله والأقرب إلى الثواب الأعظم عند الله، لو هتقدر تعدل لازم تتزوج. لازم، انا بقول لو هتقدر، او الشرط الاول لو هتقدر تعدل يبقى لازم تتزوج زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه. ليه؟ لان حضرتك انا ما كملتش النقطه الاولى. اتفضل. ليه ربنا شرع التعدد في الاسلام للرجل؟ اولا لمقتضى حال الواقع. الواقع بيقول، الاحصائيات بتقول ان نسبه النساء اكثر من نسبه الرجال. معايا حضرتك؟ ضيف للاحصائيه دي كمان احصائيه ثانيه، ان نسبه عدد الارامل والمطلقات والسيدات او البنات اللي مش غير متزوجات كثير جدا جدا جدا، اكثر من المتزوجات. بس برضه نسبه الشباب اللي مش متجوزين كتير. جميل قوي. هل بالضروره عشان نسبه الشباب اللي مش متزوج كثير وانه امكانياته ما تسمحش ان هو يتزوج عشان غلاء المهور وعلشان ال 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 الحضاره الزائفه اللي احنا عدنا بنمشي وراها دلوقتي والبنات بيتطلبوا متطلبات معينه فكتير من الشباب ما بيقدرش يوفيها، هل معنى ذلك يمنع ان واحد زيي هيقدر يعدل ان يتزوج وهو متزوج؟ لا، بس طب ما الاحرى بيه ان هو ممكن يجيب شاب ويديله النفقه ويبقى كده جوز اتنين بدل ما هو. طب وافرض جوز. وافرض عمل كده لكن هو في نفسه في حاجه الى الزواج. وبعدين لو انا زوجت 10 انا بمالي او بقدرتي الماديه كراجل اعمال او انا مغير ذلك او انت او انا مغير ذلك، زوجنا 10 شباب وربنا يكافئنا على ذلك، هذا العطاء مع الله لا يساوي ان انا اتزوج وعف واحده وعف نفسي ويجي منها ثمره ولد صالح يدعو لي بعد موتي. يعني عمل لا ينقطع، ده ما يمنعش ده. لا بل ده مقدم على ده. يعني انا اعمل خير وازوج شاب او ازوج فتاه مش قادر، انما ده اصل عندي حق بيني وبين ربي. هذا عطاء بيني وبين ربي،
عطاء ربنا ليا فيه لا ينقطع. طيب هنا ولذلك انا ممكن اخد اجرين في الزواج من امراه ثانيه او امراه ثالثه او امراه رابعه، وممكن اخد وزرين. لا نقولهم الاجرين ان انا اعففت نفسي واعففتها. تمام. والاجر الثاني ان انا لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني منها بولد صالح يدعو لي او يدعو لها ويكون ثمره في المجتمع وللامه. طيب. دي بالنسبه للاجرين. الوزرين ممكن انا لو تزوجت مع زوجتي زوجه ثانيه وما عدلتش بينهم اتي يوم القيامه وشقي مائل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ايما رجل تزوج امراه مع امراته او تزوج امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ما عدلش. يبقى ده وزر الأول. الوزر الثاني في واحدة هظلمها لأن ما عدلتش، اللي هظلمها دي هتاخد من حسناتي يوم القيامة، يبقى ده وزر تاني. طيب الآية اللي ربنا عز وجل بيقول فيها في سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا إيه؟ دي تتعارض مع الموضوع. لا ما خدش الآية دي لما أكملها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. عشان افهم الايه لازم اخد السياق كامل. حضره النبي عليه الصلاه والسلام كانه بيفسر الايه دي بمعنى جميل قوي، بيقول ايه؟ بيقول: اللهم لا تؤاخذني في قسمي فهذا الذي املكه. اللهم لا تؤاخذني فيما املك. اللهم لا تؤاخذني في قسم. قسمي اللي هو ايه؟ كان عنده زوجات تسع، فكان بيعدل بينهما كل واحده ليله 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 ليله، دي في المبيت. انما في الاهتمام كان في اليوم الواحد بيزور التسع ويهتم بامور كل واحده فيهم. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. ايه اللي لا املك بقى؟ اللي هو قاله رب العالمين في هذه الايه المباركه، وهو يقول: ولن تستطيعوا ان تعدلوا، اللي هو ميل القلب والراحه القلبيه وحب القلب. انا تزوجت اثنين، واحده فيهم ريحتني جدا، واحده فيهم بتلطفني جدا، واحده فيهم بتتقي ربنا فيا جدا، واحده فيهم صالحه معايا جدا. قلبي فطريا وغريزيا يرتاح لها ويميل لها اكتر ولا لا؟ اكيد. صح ولا مش صح؟ رب العزه سبحانه وتعالى لاني دي مش بايديا لا يحاسبني عليها، انما يحاسبني بقى انفاق يحاسبني في الانفاق، في المبيت، في المعامله، في المستوى الاجتماعي ان كنت قادر ان اعدل بينهم في ذلك والى غير ذلك. عايز اقول نقطه توضيحيه في علم الاصول في الفقه برضه في الجزئيه دي. العدل مرتبط بالرضا وعدم الرضا. بمعنى قول لي بمعنى. انا جوزت اثنين، الثانيه قلت لها الاولانيه انا مسكنها في فيلا عشان مستوايا اخره كنت انا اجيب لها فيلا، انما علشان انا اتزوجك اسمحي لي انا هاجر لك شقه لان مش هقدر اسكنك في نفس المستوى دلوقتي. قالت انا راضيه. يبقى كده ده مع الرضا. مع الرضا هناك تحقيق العدل. طب بما ان حضرتك بتتكلم عن الرضا عايزين برضو نقف عند نقطه مهمه جدا. دلوقتي انا كراجل خلاص الشرع حلل لي ان انا اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. تمام. وفي الحاله دي لو مراتي اعترضت لها الحق في انها تطلق مني. صح. في حاله واحده لها الحق. ان لم اعدل، ان ظلمت، وملهاش لا ليس لها الحق في ان تطلب الطلاق. لو طلبت الطلاق تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه طلبت من زوجها الطلاق من غير سبب فالجنه عليها حرام. طيب والمراه اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني يعني سيدنا قيس زوجها مش تزوج عليها، مش دي وقت زواج. اقصد ان يعني برضو بالقياس كده ان هي اي امراه خلاص بقى مش انت مش عايزني انا هخلعك. لا لها لا 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 ما انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا دلوقتي قلنا انا تزوجت مع زوجتي زوجه اخرى وعدلت على قدر طاقتي واتقيت ربنا على قدر طاقتي. زوجتي الاولانيه ما رضتش، هي مش طايقه ولا طلقني، مش قادره تستحمل ان انا اتجوز اثنين. ما انا هقول اهو قالت طلقني. قلت لها: يا بنت الناس انا هعدل بينكم وانا بحبك وانا ما اقدرش استغنى عنك وانت ام اولادي وهتقي ربنا فيك ولا غير ذلك. ارتضت استجابت بالحسنى خير وبركه. ما ارتضتش وطلبت الطلاق او الخلع هتندرج تحت حديث من اثنين. دي حقيقه. طالما انا ما قصرتش وطالما ما ظلمتش ولا غير ذلك هيبقى في حاجه من اثنين: ايما امراه طلبت الطلاق من غير سبب فالجنة عليها حرام، المختلعات هن المنافقات. المختلعات اللي هي من غير سبب. انما المختلعة ممكن السبب يا شيخنا ان هي مش قادره تتقبل، مش قادره عشان ما انا عايز اقول لحضرتك اتجوز عليها حد تاني فهي مش قادره تستحمل. لا ما هو ده ضعف ايمان يا استاذ مهند. ده سبب برضه. لا ما انا هو سبب حقيقي. شيخنا بنقول ان هي الله فلا تؤاخذني فيما لا املك، فهي مش قادره تملك ده. ان هي مش طايقه ان جوزها بيبات عند في بيت تاني. سيدنا النبي وهو بيقول الكلام ده عشان الحب ومقاليد القلوب بإيد ربنا.
انما البغض اللي في قلب مراتي الاولانيه ده صنع شيطان مش بايد ربنا، بدليل ان ربنا قال لها اللي انت بتعمليه ده حرام، واللي انت بتعمليه ده انا حاسبك عليه، واللي انت بتعمليه ده انت حاجه من اتنين، يا طالبه الطلاق وهو بيعدل يبقى الجنه عليك حرام، يا هتروحي ترفعي قضيه خلع يبقى انت من المنافقات عندي، لان الاصل مش قادره تتحمل يبقى كده خلاص تطلق. ممكن تقول لك الشرع كده ظلمني، لان وبعدين لا ظلمها، لا في غارت امكم على السيده عائشه. طب وطلبت الطلاق امكم؟ لا هي ما طلبتش، بس لكن خلاص. ولكم في رسول الله وازواجه القدوة، بس خلاص. الاصل ايه في الجزئيه دي؟ دي اللي انا صدرت بيه كلام يا استاذ مهند في بدايه الحلقه. قلت ايه؟ قلت يا جماعه اذا حكم الله وحكم رسوله في امر، الاصل ان القلب يتبع ذلك الامر، سمعنا واطعنا. والرجل ابتلي بالجهاد في سبيل الله، والمراه ابتليت بالغيره، فإن صبر الرجل على الأولى وصبرت المرأة على الثانية كان في الجنة. الله. لازم نفهم الأمور، أحكام ربنا كده. إنما لو سيبنا الأمور للإعلام يتحكم فينا ويقول لا ده الزوجة الثانية، زي ما كنت بتحلل أنت في اللقاء الأول، ده الزوجة الثانية خدت الرجل من على أولاده وعلى مراته، ده الزوجة الثانية شر، لا لا لا، الكلام ده إحنا مالناش دخل بالكلام ده. إحنا عندنا ربنا، عندنا القرآن، عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل في أحكام الشرع. والأمر على العدل والتراضي. الأمر على العدل بين الاثنين، وعلى التراضي من الإيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيجا واحدة كبرت في السن ولم غير ذلك، فقالت له يا رسول الله أنا بأهب ليلتي للسيدة عائشة برضا ولا مش برضا؟ فخد الليلة دي وقضاها مع السيدة عائشة وأصبحت ثابتة. هو ده اللي أنا أقصده، الرضا مع العدل، الرضا موافق للعدل في هذه القضية. طيب عشان وقتنا بيجري بسرعة جدا، في ناس بيقولوا ومنهم يعني بعض الخطباء يقول لك ان مثنى وثلاثة ورباع المقصود بها هنا الجمع 2 3 4 يبقى كده 9، يبقى اتجوز 9. لا ده مفهوم خطأ لنص القرآن، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا نفهم القرآن بهديه وتطبيقه بالسنة. يعني النبي ترجم العمل كده خد اللي لا لا يعني. النبي ترجم القرآن بفعله. قال لأصحابه من كان عنده أكثر من 4 فليمسك 4 وليطلق الباقي. خلاص. ولا يحل للرجل، إجماع المسلمين وإجماع العلماء والتواتر وفعل الصحابة وفعل السلف الصالح على أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نساء حرائر، وإن كان في إماء في ظروف معينة يجوز له أن يجمع مع هذه النساء أكثر من امرأة. طيب الست اللي بتتفرج علينا دلوقتي وحاسة إن إحنا كده جايين عليها، أو حضرتك، أنا ماليش دعوة. لا مش أنا، ده ربنا، ماليش دعوة، ده ربنا، ده ربنا اللي بيحكم مش أنا. حاسة كده إن هي مقهورة، وإن أنت كده يعني حللت الموضوع كله لل ما نجوزها، نجوزها هي كمان، نجوزها هي كمان؟ لا يعني نعدد لها هي كمان. لا ما هي لا السؤال، السؤال ده سؤال دقيق جدا. لماذا اباح الاسلام للمراه للرجل ان يعدد، يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه ويبقى على ذمته في وقت واحد، ولم يبح للمراه نفس الحق؟ خاصه ان انتم بتقولوا الرجال زي النساء، النساء شقائق الرجال في الشريعه الاسلاميه. اجيب؟ تسمح لي اجيب؟ طبعا لازم. طيب أجيب. عشان اجيب بقى لازم حضرتك تجيب لي حاجه. قول لي ايه هي؟ هتجيب لي شفشق ميه واربع كوبايات فضين. معايا حضرتك؟ معاك. الشفشق مليان لبن أو مليان عصير، املى الكوبايات الأربعة من الشفشق، في مشكلة؟ لا. في مشكلة في الكوبايات؟ حصل إن الكوبايات مشكلة؟ لا. تمام كده؟ التمثيل الدقيق هو النموذج، الرجل ده هو رمزية الشفشق. والزوجات الأربع لا 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 معلش، والزوجات الأربع، والزوجات الأربع هم الأكواب. لو سكبنا ما في رجل واحد من عواطف ومن ماء ومن فكر ومن احتواء الى غير ذلك في الاكواب الاربع لا يضر، يملاهم ولا مش يملاهم؟ طب تعالى نعكس، هنعتبر ان الست ربنا يكرمها يا رب هي الشفشه، وفي اربع رجاله، واحنا وهي واحده بتقول انا عايزه يبقى تعدد واثنين يجوزوني او ثلاثه او اربعه في وقت واحد. الكوبايه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مليانين، مليانين ايه؟ الاولى حبر والثانيه شاي والثالثه كلور والرابعة عصير. لو احنا فضينا الكوبايات الأربعة في المرأة في الكوز أو في الشفشق ده كده، الشفشق يتقلب إلى إيه؟ حاجة يعني حاجة سيئة جدا. عشان المشهد ده وعشان النموذج ده وعشان المثال ده، ربنا حرم التعدد للمرأة إنها تتجوز واحد واثنين وثلاثة وأربعة في وقت واحد، وأحل للرجل إن هو يتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة في وقت واحد. طيب إن عدل
عشان برضه ما نقولش احنا بنظلم. انعدل. لازم نقف عند انعدل. كلمه من حضرتك اخيره يعني المجتمع ككل بشقيها الرجال والنساء. هي الكلمه من رب العالمين. الاشكاليه في موضوع تعدد الزوجات موجوده في حاجه واحده بس، في اننا بناخد الموضوع علينا مش لينا. بمعنى في زوجتين، انا متجوز واحده وفي زوجه تانية بدي اتجوز عليها كمان واحده، الاولانيه بيحصل منها ايه؟ بتزعل وتغضب وتثور والى غير ذلك. طب ما تيجي نقلب الموازين، نقول للزوجه الاولى دي تعالي انت تبقي بنت الزوجه الثانيه، يعني لو الثانيه دي هي اللي زوجتي الاولانيه معايا، والاولانيه دي هي اللي ظروفها او حالتها ان كانت مطلقه او ان كانت ارمله او ان كانت كبيره في السن او الى غير ذلك محتاجه حد يحتويها ويكفيها، يحتويها ويكفيها. هل هيبقى موقف زوجتي لو كانت هي الثانيه زي موقفها دلوقتي وهي الاولانيه؟ عارف دي بيفكرني بيها استاذ مهند، فكرني بقول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. لو لهم حق لا عايزين حقنا ومش هناخد غير حقنا ومحدش يقرب من حقنا، اللي هي الزوجه الاولانيه. طب لو كانوا هم في موضع ضعف والشرع قال احتوي الست دي بدل ما تعيش طول عمرها كده، او بدل ما تنحرف والعياذ بالله، او بدل ما تكبت ويجي لها حاله نفسيه، الشرع لما قال الكلام ده ليه الزوجة الأولى اللي هي مراتي أنا ما تعتبرش إن دي أختها أو بنتها أو أمها، أو ما تعتبرش لين هي في مكانها؟ والله لا يؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المشكلات اللي موجودة في تعدد الزوجات النهاردة موجودة، ومش كانت في الزمن الماضي موجودة، عشان الناس زمان كان عندها إيمان صح بربنا وحب لبعض. النهارده مفيش الايمان ده ولا فيه الحب ده، عشان كده عدد تعدد الزوجات مشكله كبيره، مع انها حل لكتير من مشاكلنا النهارده. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك. دي كانت حلقتنا الليله، نتفق نختلف، المهم ان احنا سمعنا راي الشرع كمان في الموضوع. احنا لا هوانا كده ولا هوانا كده. اشوف حضراتكم ان شاء الله بكره على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.